فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: صليت لمدة سنتين إلى غير القبلة بالخطأ، وتبين لي هذا الخطأ فعرفت القبلة الآن، فما العمل في صلوات السنتين؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الانحراف يسيرا فهذا لا يؤثر على الصلاة، إن كان الانحراف يسيرا لا يؤثر على الصلاة، أما إذا كان كثيرا بحيث تكون الكعبة خلفك أو إلى جنبك فالصلاة غير صحيحة في هذه الفترة. إذا كنت في بلد وعندك مساجد وتسألين الناس ولكن ما فعلت هذا وقصرت في السؤال والبحث، أنت غير معذور، لأنك في بلد والبلد فيها مساجد وفيها مسلمون يعرفون القبلة، فتعاد الصلاة في هذه الحالة لأنك مفرط. أما إذا كان الانحراف لا يصل إلى حد استدبار الكعبة أو جعلها عن الجنب، فالانحراف اليسير والصلاة إلى الجهة التي فيها الكعبة تكفي. نعم.